بقى كوزارة سياحة وكهيئة تنشيط وكمستثمرين سياحيين استغلينا فكرة الأونلاين ديت عشان نعمل اللي علينا، بحيث في أي لحظة تم إنتاج اللقاح أو لا قدر الله تأخر فإحنا لازم يبقى عندنا برضو موسم سياحي أيا كان وصفه، فهنستقبل. طب ما نستقبل أكتر، يعني عملنا اللي علينا بشكل كافي وخدمنا موضوع كوفيد 19 ده، ولا أنت شايف لا لسه بدري قوي، إحنا يعني متأخرين قوي في ان احنا، يعني احنا بنشوف بره يعني في امريكا مثلا حتة بتاعه طالعة كده تبص لها يعمل عليه كتيبات واعلانات وتذكاريات طيب لا، عشان بس تبقى احنا يعني واضحين في الاجابه على السؤال بتاعك ده، مفيش حاجه اتطلبت من مصر الا ما اتعملت. خصوص الكوفيد 19 الكورونا، منظمه الصحه العالميه مع منظمه السياحه العالميه بتحط ريجوليشنز، ضوابط احترازيه. طبعا. الضوابط دي زي ما احنا اخدناها زي ما احنا بننفذها على ارض الواقع بالظبط. ورئيس منظمة السياحة العالمية كان عندنا هنا من حوالي اسبوعين بالظبط، واشاد جدا بالاستعدادات بالزبط. لكن انا كان على فكرة الترويج، ما هو الترويج بتاعي النهارده انا بقيت اشوف الاجنبي اللي جالي في الفترة اللي هو من 1/7 لغاية مثلا 25/9 الريفيوز بتاعته ده هو ده اللي انا بقيت اعلنها بره ايهاب. يعني هو ده احسن مسوق ليا، ده من ساعة لما جه، من ساعة لما بيجي المطار بيركب الباص بتاعه بيدخل فندقه، كل مره بيدخل منطقه المطاعم بتاعته او يعني بيتجول في الفندق او في حاجه ترفيهيه بالليل او كده، كل حاجه طبعا. اولا هو الراجل ده انا خايف عليه مش خايف منه طبعا. فانا بعمل ايه طول ما هو ماشي دايما 3 4 مرات في اليوم، دايما بيتقاس درجه حرارته، دايما بيتعقم ايده ورجله وهو داخل منطقه المطاعم او اي مناطق فيها تجمعات. في المطاعم مثلا في كل الفنادق ماكسيمم بقى 6 اشخاص على كل ترابيزه، في تباعد بين كل ترابيزه وترابيزه من متر ونص لمترين. نسبه اشغالات الفنادق احنا عاملينها كغرفه منشات فندقيه 50%، الاول كنا عاملينها 25% وبعدين رفعناها ل 50%. يعني الفندق مثلا اللي 300 اوضه هيبقى 150 ليك بالظبط، ليك ماكسيمم ان انت تستقبل لغايه 150 اوضه. طب وايه الاخبار؟ درجه الاقبال بقى عامله ازاي؟ شوف انا كنت الصراحه الاول كنت متخوف من السياحه الداخليه. لقيت السياحه الداخليه اللي جت منطقه مرسى علم، غردقه، شرم الشيخ، كميه الوعي اللي فيها هايله. اولا هو مجرد ما بيخش الحرم بتاع الفندق على طول هو بيبقى ملتزم بكل الاجراءات الاحترازيه، خايف على نفسه وخايف على اولاده، فهو ظابط نفسه. والاعداد كان في اقبال جدا، اول اسبوعين ما كانش فيهم اقبال قوي يا هاب، بس بعد كده ابتدت تشتغل وابتدت الدنيا تبقى كويسه قوي. طب توقعاتك ايه للكريسماس سيزون؟ الكريسماس لو الدنيا زي ما هي كده لسه ما لقوش المصل، يعني اعتقد ان احنا هنشتغل في الكريسماس بس طبعا مش بالطاقه الكبيره زي ما احنا كنا بنعملها قبل كده. يعني احنا قبل كده كنا بنوصل في الكريسماس ممكن ل 100% اشغال في معظم لا احنا دلوقتي الماكسيمم بتاعنا 50، يعني هل هنوصل له؟ لا انا يعني ان شاء الله ممكن توصل حتى 100% من ال 50%. بالظبط انا قصدي كده. لو احنا بنتكلم على سياحه دوليه احنا شغالين دلوقتي بنسبه حوالي من 8 ل 10% من الباور بتاعنا. طيب أستأذن وأستأذن مشاهدينا ناخد فاصل قصير ونرجع نكمل كلامنا مع الخبير السياحي أستاذ رامي فايز.